وفي اتصال هاتفي عبر نشرة إخبارية سابقة، ألقى الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الضوء على أبرز المشاريع الرئيسية التي نفذتها الهيئة خلال العشر سنوات الماضية منذ تأسيسها. كانت باكورة مشاريع الهيئة بناء القدرات الوطنية من خلال الاستثمار في الشباب البحريني عبر الابتعاث والتدريب، وذلك لضمان الحصول على أفضل المخرجات المعرفية والمهارية. وبعد النجاح في تشكيل فريق البحرين للفضاء، انطلقت الهيئة في بناء القمر الصناعي البحريني ضوء واحد، والذي انطلق إلى مداره في فبراير 2022 ليجمع معلومات عن أشعة جاما والتي لم يسبق أن تم جمعها لمنطقة الشرق الأوسط. اليوم الهيئة تعمل على بناء وتصميم المنذر، وهو أول قمر صناعي بحريني بالكامل، وهو الأول في المنطقة الذي يوظف تقنيات الذكاء الصناعي، والذي سينطلق بمشيئة الله قبل نهاية العام الجاري حاملاً 4 ابتكارات بحرينية في قطاع الفضاء. إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على مشروع الحمولة الفضائية أمان، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة المخصصة للأمن السبراني الفضائي. وهذا المشروع طبعاً حازت عليه الهيئة بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة عالمية أطلقها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد الفضاء.